بناخد سوا، منتابع صباح اليوم اكيد، وباخد عبر تطبيق زوم معي الدكتور محمد البزري يلي رح نحكي نحن وياه عن عبد الرحمن البزري، عفوا دكتور بزري، رح نحكي نحن وياك عن تضخم وتكاثر موضوع كورونا بإصابات الأخيرة اللي عم تتسجل بلبنان. وأكيد دكتور عبد الرحمن هالموضوع مقلق بالنسبة لكل الناس، مشان هيك يمكن اليوم الكلام يلي رح بتقوله إما رح بيطمننا، إما رح بيخلينا ناخد احتياطات زايدة، إما رح بيعلمنا يمكن وسائل أخرى. خليني بلش أول شيء، قدي دكتور بزري هالموضوع مقلق اليوم مع ارتفاع عدد الإصابات بالألاف كل يوم؟ صباح الخير بداية لإلك وللي عم يشاهدونا اليوم. حقيقة هذا الموضوع لازم يكون مقلق، لأنه أعداد الإصابات عم تزداد بشكل مضطرد وبشكل مستمر. يعني صار رقم الألف عم يعتبر رقم عادي وطبيعي بشكل يومي، ونحن نحن بلد عدد سكانه نسبيا صغير وقليل، إضافة إلى أنه إمكانياته محدودة رغم تطور بعض قطاعات الصحية والاستشفائية. بس خلينا نتذكر أنه المشاكل اللي صارت بعد 17 تشرين والسرقة والنهب وكلهم غيرهم خلوا القطاع الصحي يكون كتير ضعيف وما عنده استعداد أنه يتحمل عمق كبير، إضافة إلى الأحداث الأخرى المؤسفة اللي رافقت لبنان بهالمرحلة. هلأ ما يحدث اليوم هو أنه نحن عم نعمل تقريبا بحدود 7-8000 فحص يوميا، عم يطلع عنا بحدود 1000 إصابة بالنهار. معناتها نحن عم نتجاوز نسبة 8% أو 10% من الإصابات الإيجابية، وهيدي نسبة معناتها إذا نحن بنعمل 100 فحص وبيطلع منهم 10 إيجابي، معناتها البلد في مشكلة وهنالك نوع من الانتشار الداخلي الغير منضبط والغير محتوى بالداخلية. على هذا الأساس يجب إعادة تقييم كل شيء عم نعمله، لكن المشكلة الوحيدة أنه دائما إعادة التقييم على المستوى الرسمي، يعني ما عم بحكي وزارة الصحة لحالها، عم بحكي كل الإدارات والحكومة المجتمعة، للأسف دائما عم بتكون إعادة تقييم بسموها على إطار ردة الفعل. يعني اليوم بنشوف أعداد كبيرة بنتوتر، بصير كلنا بدنا نعمل تسكير بالبلد، بيطلع المواطن عم يدفع ثمن حقيقة إغلاق الأسواق وتوقيف العمل، وهو بالأساس كان عم يعاني من المشكلة الاقتصادية والمالية. كيف لازم يصير إعادة التقييم لكن دكتور بزري؟ إعادة التقييم بدنا بالأول نعترف بالمشكلة، لأن المشكلة عندنا وبالعالم كله أنه الكورونا باقية حتى نهاية العام 2021 دون أن يكون هنالك ضوابط جدية عليها عالميا. يعني الضابط الجدي العالمي هو اللقاح. اللقاحات اللي بدها تبين ببداية العام 2021 لبين ما تفرجي انه فعالة جدا وانه هذه اللقاحات رح تتوزع بشكل عادل على كل دول العالم وتصير نسب التلقيح عالية، بدها تروح سنة 21 كلها مع بعضها. اضافة الى شغلة وحدة يمكن بدي اقولها من خلالكم، احيانا نحن الاطباء من سيء تفسيرها او الجمهور بيفهمها غلط، انه اللقاح ليس بالضرورة المتوفر عندنا حاليا ليس بالضرورة هو لقاح ليمنع الاصابة بالفيروس، وانما الهدف الاساسي منه هو تأمين حماية نسبية ضد الفيروس. يعني بما معنى إذا أنا ملقح وأصبت معناته احتمال الإصابة الشديدة عندي يصبح أقل بكثير من ما أنه، إضافة إلى ممكن أنه يأمن لي جزء من الحماية من الإصابة. لذلك خلينا نعترف كلنا سوا ونقول أنه بلبنان وعالميا عندنا مشكلة اسمها الكوفيد 19. هذه المشكلة موجودة لمدة سنة على الأقل، يعني كل العشرين والواحدة وعشرين اللي جايين، ولكن نحن نريد أن نستمر بالحياة. الإنسان بطبعه مخلوق مجتمعي، مخلوق بده يشتغل، بده يعمل، بده يتطور، بده يتعلم، بده يعمل علاقات اجتماعية، بده يعمل، بده يرضي طموحه الفني والاجتماعي والثقافي والرياضي وإلى غيرها من الأمور، إضافة إلى معيشته اللي هي الأساس. لذلك نحن علينا أن نقول نحن ما عاد فينا بقى نفكر اليوم نسكر المدارس واليوم نفتحها لأنه في كورونا، اليوم نسكر البلد واليوم نفتحها لأنه في كورونا، لا، علينا أن نقر أنه الكورونا موجودة وعلينا أن نبحث على السبل الحقيقية الجدية لحتى نحمي أنفسنا ونحمي عائلاتنا ومجتمعنا من الكورونا ونستمر بحياتنا بشكل شبه طبيعي. ما بدي أقول طبيعي لسبب بسيط، لأنه المعايير الطبيعية اللي تعودنا عليها وربينا عليها بدها تختلف،
صحيح، واللي كنا مسموح نعملها وبنعملها بشكل روتيني دائم ابدا، يمكن هذه يمكن على سنتين ثلاثه ما نرجع نقدر نعملها بنفس الاريحيه ونفس الحريه يلي كنا نعملها فيها بالماضي. نعم دكتور عبد الرحمن البزري، طبعا حكيت عن سبل بدنا نعتمدها، حكيت عن كيف نحن تعاطينا قبل بهالموضوع، يعني قديش هيدي السبل نفسها بعدها مثل ما كانت بالاول، وشو الطريقه اللي لازم نتعامل معها من هلا لسنه وسنه واكثر شوي؟ هيك لقال لي شغلي، قال للاسف انجح طريقه لمنع الكورونا هي انه نقعد بالبيوت ونمنع الاختلاط النهائي، وبالتالي الاختلاط مش بس اختلاط اجتماعي، هو اختلاط عمل وشغل واختلاط تربوي وتعليمي وكل اوجه الحياه. لكن رغم نجاعه هذا الموضوع من الناحيه الوبائيه، لكنه غير متناسب من الناحيه الحياتيه. صح. لانه من الناحيه الحياتيه بالدول اللي اتبعته، لبنان بفتره من المراحل اتبعه، نجح وبائيا ولكنه فشل اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا على مختلف المستويات. لذلك علينا ان نوجد التوازن. ما هو التوازن؟ انه نحن المجتمع اللبناني على كل فوضويته مثل مجتمعات العالم عنده اطر ناظمه، يعني في اطر رسميه ناظمه هي الدوله ومؤسساتها واداراتها ووزاراتها وغيرها، واللي كل وحده مسؤوله، يعني وزاره الصحه بتعطي توجيهات لكن المسؤول عن القطاع السياحي وزاره السياحه. نعم. وزاره الصحه بتعطي توجيهات لكن المسؤول عن القطاع الاقتصادي وكيف تفتح الاسواق وكيف بتسكر وكيف بتنظم عمل السوبر ماركت والمعامل والمحلات وتجارة الجملة والمفرع هي وزارة الاقتصاد. يعني هل عم يتم التنسيق دكتور بزري بهالموضوع؟ أول شيء ما عم يتم التنسيق بينه، رغم وجود ما يسمى هيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لكن للأسف هذه الهيئة بتعكس ما يسمى الفشل الحكومي اللي عشناه بسبع أشهر بكل شيء مش بس بالصحة. يعني نحن كخبراء للأسف وكأخصائيين، حتى ما نسمح عنا خبراء، خلينا نسمح عنا أخصائيين، نحن كأخصائيين صاير عندنا نوع من الإحباط، لأنه نحن بنعطي توصيات، وحقيقة وزارة الصحة مشكورة ووزير الصحة تحديدا اللي بينقلها بأمانة، لكن هذه التوصيات تصل إلى مكان ما يتم التعديل عليها التغيير عليها ومن ثم تنفيذها بطرق مختلفة أو عدم تنفيذها بسبب ادعاء إما غياب القدرة أو لأنه ما حدا بده يحاسب حدا أو لأنه في أولوية أخرى أو ما حدا فاضي لحدا. النقطة الثانية في شيء اسمه المسؤولية المجتمعية. صح. يعني نحن حتى مجتمعنا منظم، يعني التجار عندهم جمعية تجار، عندهم غرفة تجارة وصناعة، العمال عندهم نقاباتهم، الحرفيين عندهم نقاباتهم، الأطباء عندهم نقاباتهم، المهندسين، محاميين، القضاة كلهم، هي دهور لازم يجوا يعملوا، يعني يقعدوا كلهم مع بعضهم وكل واحد يقعد ينظم حقيقة مهنته كيف يحافظ عليها وكيف يستمر وما يعطل أشغال الناس. يعني أنا إذا بدي أعطل القضاء بعطل أشغال الناس، فنحن نريد للقضاء أن يستمر، ولكن نريد للقضاء أن يستمر بحماية القضاة، بحماية العاملين بالقضاء، بحماية المحامين وبحماية أصحاب الدعاوي. فكل هذه الأمور نحن كأخصائيين عندنا استعداد نتقدم من أي جهة حابة تنظم حالها ونعطيها خطة التنظيم، لكن القرار والجرأة والمبادرة يجب أن تكون عندهم ويجب أن تكون متكاملة، يعني حتى ما نظلم ولا جهة، ما في جهة وحدة هي تقول أنا بدي أعمل هيك وتدير ظهرها للآخرين، يعني هذا بحاجة إلى تكامل. لذلك أنا كنت صار فترة بنادي وممكن من خلالكم، لأنه أنتم إذاعة كثير مسموعة وبرنامجك حقيقة كثير بينحضر صباحا، نحن كثير بنطالب إنه يكون في هنالك مؤتمر وطني جدي للتعامل مع الكورونا. نحن مع الكورونا نحن مختلفين على كل الأمور، مختلفين بالسياسة وبالوزارات وبكل شيء بدك إياه، لكن على الأقل متفقين إنه الكورونا هلا حتضر كل الناس ورح تسيب كل المناطق. في 26 قضاء في لبنان، بتحدى قضاء واحد يقول أنا ما عندي إصابة بالكورونا. شو اللي عم بيعيق دكتور بزري هالمؤتمر، إقامة هالمؤتمر؟ أنا برأيي هو غياب الرؤية القيادية بالبلد. يعني اليوم العالم بعد حتى يعني للأسف مع حق في أولوية سياسية، في أزمة، في اليوم خلافات محلية ودولية وإلى آخره من الأمور، لكن هذا ما بيمنع أنه نحن الحياة بدها تستمر، والحياة لا تستمر بدنا نحمي الناس، بدنا نحمي الناس بأرزاقها مثل ما بدنا نحميها بصحتها، بدنا نحميها بالتربية مثل ما بدنا نحميها بصحتها. يعني اليوم في كل يوم كل واحد بس تخديه لحاله
منيح بيحكي قد بقويك قد ما بدك، وبيقول لك اعطيني توصيات، وبنروح نحن بنشطب وبنحضر توصيات وبنبعت دوسيات، كل دوسيه هالقد وبينشغل وبينعمل عليهم جهد، وهذا كله خليني اقول لك جهد تطوعي، يعني ما حدا من الاخصائيين اللي بيشتغلوا شغلتنا عم بيعتبر حاله هذا عم يقوم بواجب وطني. بنعطي هالدوسيات لكن بعد شوي بنجي نناقش. خذ التربيه اكبر مثال، اذا نحن اليوم خايفين من التربيه بشهر ايلول، كيف شو بدنا نتعامل مع التربيه بشهر كانون اول وكانون ثاني؟ نعم. يعني اذا خايفين من عدد الاصابات باخر الخريف، باول يوم بالخريف ب 21 ايلول ب 22 كنا عم نسكر وعم نخاف، شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل بالشتاء؟ قانون ثاني وغيره. حقيقه هذه كل الاجراءات اللي هون مطلوب ان يكون في تضامن مجتمعي ودولي. نعم. اذا نحن اللبنانيين مسلمين انه دولتنا يمكن للاسف منا على قد المسؤوليه، خلينا كمان نحن كمجتمع بنعتبر حاله رائي كمان نتحمل مسؤوليتنا ونكون جديين. نعم. نقطه ثانيه يمكن ما تعجب كثير من البعض لكن كمان بصر انه اقولها، نحن جزء مننا كثير متدين وممكن يعمل مشكله لسبب مذهبي او ديني، ويمكن يروح يعرض حاله للخطر للقيام بواجبات العباده. طب ما انا شفت ولا مره مسؤول على مستوى عالي من مرجعيه روحيه اجى تبنى قضيه الكوليرا، غير كل يوم بيحكوا لنا يا اما بالحياد يا اما بالحرب يا اما بالاقتصاد يا اما بالتضامن. يا عمي في شيء اسمه، في شيء موجود بيناتنا هو شريكنا بحياتنا اليومية، وحيبقى شريكنا بحياتنا اليومية وحيكون شريك بزعج هو فيروس الكورونا الكوفيد 19. نعم. هذا الشريك باقي، لكي هذا الشريك ما يأكل حصتنا لا بالحياة ولا بالشغل ولا بالصحة ولا بالمرض ولا بشيء، علينا أن نتحمل المسؤولية. نعم، ونتضامن مثل ما قلت كهيئات مجتمعية وهيئات مسؤولة. دكتور بزري، سؤال أخير، عم ينحكى عن فقدين أسرة، عم نسمع عن هجرة ممرضين ممرضات، كانت معنا نائبة الممرضين والممرضات قبل شوي، هجرة أطباء حتى اختصاصيين ذوي خبرات، قديش هالواقع كمان مخيف ومقلق؟ خليني بلش من الآخر، الهجرة حقيقة واقعة وعم بتصير، وأنا برأيي رح تزيد، لأنه اليوم أنا يعني في عندي كتير زملاء أصحاب سواء بمكان الشغل أو باختصاصات أخرى أو خارج من الأماكن اللي بيشتغل فيها، عم بيجيهم كونتراتات وعروض مغرية بدول قريبة ودول بعيدة، وبعضهم حتى رجع إلى الأماكن اللي تخصص فيها ورجعوا أخذوه، لأنه نحن بنعتبر لبنان أنه قوتنا الأساسية هي عن عملنا البشري. نعم. والعمل البشري مثل ما هو قوي بالتجارة وبالمهن، هو قوي بالطب وبالتمريض وإلى غيره، لذلك الأطباء والممرضين اللبنانيين بسموها باللغة العامية المحيط، والدول الخارجية حتنهطهم ضحك وتخذهم، وبالتالي حتكون معاشاتهم حتكون خيالية مقارنة بما بالإمكان إنتاجه محليا. نعم. هذا واحد. اثنين، لما عم بيجي شوية دعم للبنان عم نلاحظ ما يسمى انه عم يصير في نقاش انه كيف بدي يجيب واحد بكونترا جديدة وعنا احسن ممرض بمستشفى ما معين معاشه كله ما بيطلع 200 دولار اخر الشهر. هيدي كمان شغلة مؤسفة. النقطة الثالثة واللي بينحكى عنها وانا هيدي بدي اكد عليها، انه بينقال انه القدرات السريرية والاستشفائية بلبنان بلشت يعني تنضغط، ربما صحيح بالواقع الحالي، لكن بدي احكي كلمتين وعلى مثل ما هني. الكلمة الأولانية إنه للأسف نص المستشفيات الحكومية في لبنان بعد ما التزمت بتوصيات وزير الصحة، وبالتالي هنالك قدرة استيعابية أكبر للمستشفيات الحكومية لحتى تمارس دورها، وهذا بفرجي إنه إدارة المستشفيات الحكومية على مدى العقود يعني من 10 و15 و20 سنة لما تم إعادة تأهيلها وتدريبها للأسف تركت وكأنها مناطق نفوذ للقوى المحلية وللقوى السياسية المحلية. وبالتالي اليوم صار كل مستشفى حكومي بينضغط عليه لياخذ مرضى بيتصل بالقوى السياسيه بيطلب حمايه انه خي اتركوا لنا اياهم، خلي غيرنا يشتغلون، او هول من غير منطقه او ما بدنا هول، بينزع لنا البلده، بينزع لنا المدينه، بينزع لنا الضيعه والى اخره. هذا عامل مؤسف. الشغل الثاني باللي كمان بالمستشفيات الحكوميه في كتير استثمار نحط فيها، لكن للأسف عندما أجي أشوفه، والوزارة الحالية مشكورة عم تعمل جهد مع برامج دولية الأمم المتحدة البريطانيين واليونيسف وغيرهم، عم يجي يشوفوا هالبرامج اللي موجودة
بالمؤسسات الحكوميه عم يلاقوا انه يعني في غرف عينيه فائقه بدون بدون طب عينيه فائقه، في غرف عينيه فائقه بدون معدات كافيه وتجهيزات كافيه، هذه كلها هلا عم ينعمل عم يتحاول تعويضها. فاذا ان شاء الله خلال فتره منا كثير بعيده بصير في شويه زياده سعه، وبتامل كسر القرار السياسي اللي المحل المناطقي اللي حامي المستشفيات الحكوميه وكانه حاميها ضد الكوليرا، وكان الكوليرا هي عضو خارجي جاي ما له علاقه باللبنانيه. الثاني والأهم إنه المستشفيات الخاصة اللي كل يوم بيوقف نقيبة وهو شخصية محترمة ومن عزه وصاحبنا وبيطالب بحقوق أو معه حق فيها، لكن 90% منها ما زالت خارج حلبة الصراع مع الكورونا. وبالتالي أصحاب المستشفيات ومدراء المستشفيات سواء جامعية أم خاصة بدهم يعرفوا إنه المستشفيات بالآخر مهنة الطب منا أوتيل، لانه اذا كانت مهله الطب اوتيل بتشوف بتفوت الزبون اللي بيدفع او اللي انت بتريده او بتحبه او بتعمل سيت منيح عن المستشفى تبعك، ان احنا هذه ما لنا مهنه. والا اذا كانت مهنه كنت انا غيرت اختصاصي كمان، لانه انا كل يوم واللي مثلي كثير وفي ناس يمكن اكثر مني نشاطا عم يعرضوا حالهم خطر كل يوم لما بيشوفوا هالمرضى وبقابلون وبيعرفوا شو معهم وبيجربوا يحكمون والى اخره. لذلك كمان في نداء للمستشفيات الخاصه قبل ما نقول انه لبنان ساعته الاستشفائية انضغطت، لا، في إمكانية كتير كبيرة استشفائية، لكن نحن بحاجة إلى إلزام الجميع أن يعتبروا أن الكورونا والكوفيد 19 تحديدا هي معركتهم، خاصة قبل ما يجي فصل الشتاء، لأنه بكرة بس يجي فصل الشتاء ويجي معه الإنفلونزا والفيروسات التنفسية الأخرى رح تشوفي شو رح يصير، قد في ضغط على المستشفيات وغرف الطوارئ وحتى الأطباء، وإرباك بين التمييز بين الإنفلونزا وبين الكورونا وبين الكورونا والفيروسات التنفسية الأخرى، مما سيزيد التعقيدات المرتبطة بعلاج المريض وسيزيد التعقيدات المرتبطة بالتشخيص، وحيخلي كلفة التشخيص تصير والمعالجة حتى أغلى أكبر وأغلى. صح، هذا القلق الكبير يمكن ورعب الناس، يعني يمكن أوقات مبرر من هالناحية. بدي أشكرك دكتور عبد الرحمن البزري على هالموضوع، يعني ما بعرف إذا لازم نتأمل، يعني في إلزامية مثل ما أنت عم تحكي لازم تصير، ضروري تصير، إن كان على المستشفيات الحكومية مثل ما قلت، حتى إلزامية للمواطنين، يعني للأسف نقدر نحكي بهالموضوع تياخدوا مسؤوليتهم بهالموضوع، في إلزام، في حركة لازم تصير لحتى نقدر ما يعني نوصل إلى أكثر من هالهاوية اللي نحن فيها. نحن بهمنا دوركم، لأنه أنتوا إلكم طلة مختلفة يعني وإلكم جمهور مختلف يتأثر فيكم، وإذا كانت هاي في تبني هذه النظرة أنه هذه المعركة معركتنا جميعا، بعتقد إذا تبنيتوها خاصة حتى مثلكم وبرامج مثلكم، بعتقد أنه فينا نوصل في مكان ما إلى تحسين ظروفنا وشروطنا. نعم، نحن كمان عندنا هالإلزامية واخدين واجبنا للآخر. دكتور عبد الرحمن البزري، عضو اللجنة الصحية الطبية لمكافحة كورونا، شكرا على إطلالي على هالمعلومات، إن شاء الله بنلتقى يعني أكثر من مرة لنقيم نحن وياك الوضع ونحكي أكثر إذا كان في نوع من حلول أو سبل جديدة لحتى تنطرح. شكرا لك.